الأبرز، لا ارتفاع على أسعار السلع الغذائية الأساسية حتى نهاية العام الجاري. مزيد من التفاصيل نذهب وإياكم إلى البشمهندس إبراهيم القاضي، مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. أسعد الله صباحك بكل الخير بشمهندس. يسعد صباحك، يسعد صباح كابتن المستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك. يعني كان هنالك اجتماع، ومخرجات الاجتماع الذي جمع ما بين وزارة الاقتصاد مع كبار التجار ومستوردي المواد الغذائية الأساسية، أبرز هذه النقاط والتي علقت بصراحة في الذاكرة وفي أمام عيوننا، لا ارتفاع على أسعار السلع الغذائية الأساسية حتى نهاية العام الجاري. إلى أي مدى كانت هذه المخرجات بصراحة تلامس الواقع الذي نعيشه؟ أبرز المخرجات الاجتماع بالفعل هو أنه لا هناك ارتفاع واستمرار في توريد السلع على السوق الفلسطيني بنفس الأسعار وبنفس الكميات التي كانت تورد عليه، وبدأ ذلك من خلال بالأمس لاحظنا وجود هذا الالتزام من خلال توريد للمحلات التجارية بنفس الأسعار القديمة، وهناك مئات المحلات التجارية على مستوى المحافظات بدأت بالعروض الترويجية ليس لمدة يوم أو يومين، منها ما كان لمدة شهر حملته الترويجية. وبالتالي في رأيي أنا أهم ما في الاجتماع كان هو تفويت الفرصة على البعض اللي حاولوا استغلال هذه الأزمة العالمية وبدأوا بالفعل برفع أسعار السلع. اليوم احنا بنحكيش كما اسعار رئيسيه، انا استقبلت شكاوي على ارتفاع اسعار الفلافل وفدوشيشه الشاورما على الفلافل عندنا في طول كرم، للاسف تم تسجيل اسماء بعض المطاعم اللي قامت برفع فعلا سندويشه الفلافل، رغم انه هذه الماده مش اساسيه لانه رح نعمل لجنه ونتابع هذا الموضوع مع كل المطاعم. انا استقبلتها من هاي الشكاوي من محافظه طول كرم وهي السلعة يعني من السلع المشهورة فيها أسواق طول كرم ومطاعم طول كرم، وبالتالي كان الأولى من المطاعم أن تنحاز للمستهلك أو تنحاز لنفسها ولسمعتها على الأقل وتبقى على نفس الأسعار. فذلك في بعض التجار مباشرة حاولوا استغلال الوضع رفع أسعار الدواجن، رفع أسعار كاسات البلاستيك، كاسات الورقية، يعني حاول كثير استغلال هذه الأمور. لهذا السبب كان لابد من هذا الاجتماع وكان لابد من تدخل فوري بتحرير المخالفات وإحاطة المخالفين للقضاء. نعم، طب باشمهندس إبراهيم بصراحة يعني كيف سيتم التعامل مع هذا الكم من عدم الالتزام في الانضباط بموضوع الأسعار؟ هنالك بعض التجار لجأ إلى خاصية احتكار المواد التموينية أدى إلى نقص الكميات المطروحة في الأسواق، وبالتالي لحين انتهاز فرصة رفع الأسعار ومن ثم نقدمها ونغرق الأسواق بها. هذه هذا المحور كيف سيتم التعامل معه بصراحة؟ أولا يمنع رفع الأسعار إلا بعد التشاور مع وزارة الاقتصاد، وبالتالي خلال الاجتماع أيضا تم الاتفاق على تشكيل لجنة ما بيننا وما بين القطاع الخاص من أجل متابعة مثل هذه الأحداث. يعني لا يستطيع أي تاجر الادعاء بأن هذه السلعة الجديدة وهي كانت قديمة لديه، والاتفاق وقرار مع وزير الاقتصاد واستمرار بيع السلع القديمة بنفس السعر، وتم الاتفاق مع التجار على هذا الكلام. في حال انه بده يخزن هذه السلع من اجل كمان الاحتكار بالتاكيد هو خسران، لانه سيتم فرض عليه البيع بالاسعار القديمه، وسيتم ايضا احالته الى القضاء بتهمتين، تهمه الامتناع عن البيع وايضا محاوله الاحتكار. لا سيما ايضا باكد ان احنا ما زلنا في الفتره الحاليه ضمن قرار رئيس بالطوارئ، وبالتالي بحق حقنا بموجب هذا القرار وضع اليد على هذه المخازن اللي فيها مواد محتكرة. نعم، طب هنالك البعض يسأل ويستفسر، طب في ظل قرارات الوزارة والاجتماع أنه لا ارتفاع على الأسعار حتى نهاية العام الجاري، السكر ارتفع من 29.5 إلى 30، الطحين نقص حاد، يعني الأمور على أرض الواقع تتناقض مع قرارات مخرجات الاجتماع الأخير، كيف سيتم ضبط هذه الحالة؟ سيتم ضبطها من خلال قوانين الأسعار السرية
احنا الان بصدد اعلانها لتحديد سقف السعر لهذه السلع. لكن اولا بالنسبه لموضوع الطحين لا يوجد هناك اي نقص بالسوق، واذا كان هناك نقص في اسواق اي محافظه، لكن بعض المحال الكبرى هنا في طول كرم قالت انه في نقص في الطحين وربما يعني حتى يصل انه مفقود في بعض الاماكن. هذا للاسف رسائل سلبيه بحاول البعض ارسالها للمستهلكين من اجل قيامهم بشراء كميات وباي سعر. لا يوجد هناك اي تخوف لدينا من نقص السلع، ما زال الاستنزاف موجود. مطاحننا الفلسطينيه الخمسه بمجموعها لديها اكثر من 5000 طن من القمح فقط، زائد ما زلنا مستمرين بالتوريد من اوكرانيا، روسيا، تركيا، وما زال ايضا تجار مستمرين من مطاحن موجوده في دولة الاحتلال. بالتالي يوجد لدينا أي تخوف. أما موضوع ارتفاع السكر، أنا لا أنكر أن هناك ارتفاع عالمي في سعر السكر بالتحديد وسعر الزيت النباتية أيضا. لكن بأكد عليها مرة ثانية أن السلع ما زالت التي كانت موجودة في مخازنهم عليهم الالتزام بالأسعار القديمة، وسيتم متابعة أي تاجر برفع السعر بدون الرجوع إلى وزارة. يعني كاسة القهوة باشمهندس في طول كرم على الأقل كانت تباع بشكلين، اليوم يدعي البعض البائعين أنه بسبب رفع أسعار كاسات الكرتون والبلاستيك صارت بثلاث شكل، وعلى فكرة هذا من امبارح وإحنا شهود عيان على هذا الوضع للأسف الشديد. فأتمنى أن يتم مراقبة الوضع بشكل مكثف وأن يتم الالتزام بالقرار الذي تمخض عن الاجتماع الأخير بأنه لا ارتفاع على أسعار السلع الغذائية الأساسية حتى نهاية العام الجاري. إجمالا نتمنى دائما وأبدا الرقابة الكثيفة المشددة على كل من تسول لهم أنفسهم في رفع الأسعار أو حتى احتكار المواد الغذائية الأساسية. وفعليا هو ما يباع في الأسواق هي منتجات أو سلع قديمة، يعني لحد الآن ما حدش لحق يستورد بصراحة بضائع جديدة. فأعتقد على الأقل أن يكون في الرأفة والرحمة، النظر بعين الرأفة والرحمة للمواطن. أشكرك جزيل الشكر المهندس إبراهيم القاضي مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، شكرا جزيلا لك. ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم والمزيد